بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب في تسمية من رآه من كتاب الكافي الشريف هذا الباب يتضمن أسماء بعض من رأوا الإمام المهدي في الغيبة الصغرى، لأنه كما ذكرنا الكليني رضوان الله تعالى عليه مؤلف كتاب الكافي، توفي في السنة التي توفي فيها النائب الرابع والأخير للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فقد توفي في نهايه الغيبه الصغرى وقد كان كتب الكافي قبل ذلك بسنين فهذه روايات في من راى الامام المهدي في الغيبه الصغرى الروايه الثانيه عن محمد ابن اسماعيل ابن موسى ابن جعفر وكان أسنّ شيخ من ولد رسول الله صلى الله عليه واله بالعراق، فقال رأيته بين المسجدين وهو غلام، محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر كان أكبر ذرية الرسول صلى الله عليه واله في العراق، وكان قد أدرك الغيبة الصغرى وكان كبير السن، هو يروي أنه رأى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو غلام بين المسجدين، الغلام ذكرنا فيما مضى أنه يطلق على الصبي الرضيع حتى الرجل الذي بلغ ثلاثين عاما، إذا صبي غلام، إذا مراهق غلام، إذا عمره عشرين سنة غلام، إذا عمره تسعة وعشرين سنة غلام، فإذا بلغ الثلاثين عاما فلا يطلق عليه غلام. مثلا في يوسف وكان في سن المراهقة أو قبل المراهقة. يا بشرى هذا غلام في سورة يوسف بالنسبة إلى علي الأكبر عليه السلام وكان قد مضى من عمره الشريف في يوم عاشوراء 28 سنة على بعض الروايات لقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وآله فمحمد ابن إسماعيل ابن موسى بن جعفر عليهما السلام رأى الإمام المهدي وهو غلام يعني قبل بلوغه الثلاثين عامًا بين المسجدين. بين المسجدين إما مسجد السهلة ومسجد صعصعة بن صوحان في الكوفة. بين المسجدين يطلق عليهما. أو بين مكة والمدينة، لأن مكة فيها المسجد الحرام، والمدينة فيها مسجد النبي صلى الله عليه واله، فعلى المدينتين يطلق المسجد باعتبار تضمنهما للمسجد، وكذلك نفس المسجدين يطلق عليهما المسجد كما هو واضح، فرآه في هذه المنطقة إما بين مكة والمدينة إما في الكوفة بين مسجد صعصعة ومسجد السهلة. حديث آخر عن موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليهما السلام. موسى بن محمد قال حدثتني حكيمة أو حكيمة ابنة محمد بن علي وهي عمة أبيه حكيمة بنت الإمام الجواد أنها رأته ليلة مولده وبعد ذلك هنا الكليني اختصر الرواية وذكر رؤية حكيمة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في ليلة المولد و بعد ذلك وحكيمه هي بنت الامام الجواد يعني عمة الامام العسكري فهي تكون عمة والد الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الحديث مفصل رواه الصدوق ذكرنا أن الكلين هنا اختصره بالمقدار الذي يرتبط بالباب الباب في تسمية من رآه أما نحن نذكر الآن بعض هذا الحديث المفصل الذي رواه الصدوق مفصلا عن كتاب إكمال الدين يقول تقول حكيمه ان الامام العسكري وهي عمته وهي عمته لانه حكيمه بنت الامام الجواد والامام الهادي بن ابن الامام الجواد فهي تكون عمه الامام العسكري حكيمه تقول بعث الي ابو محمد الحسن ابن علي يعني الامام العسكري فقال يا عمه اجعلي افطارك الليله عندنا فهي ليله النصف من شعبان لعلها كانت صائمه فالامام عليه السلام يقول اجعلي افطارك عندنا لأن هذه ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة من الليالي العظيمة في الإسلام. لماذا اجعلي إفطارك عندنا؟ فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة، وهو حجته في أرضه. فقلت له: من أمه؟ لأن الإمام العسكري له جواري متعدده من امه زين حكيمه تعرف نساء الامام العسكري فلم تر في اي واحده منهن اثار الحمل، لذا استغربت من امه؟ قال لي نرجس السيده نرجس سلام الله عليها فقلت له جعلني الله فداك ما بها اثر ما اشوف اثر الحمل فقال هو ما أقول لك لأن الله سبحانه وتعالى أخفى ميلاد الإمام المهدي حفظا له من الظالمين لأن الإمام العسكري والإمام الهادي كان في سامراء سامراء مدينة تأسست في عهد المعتصم العباسي لأنه هو أمه تركية فاستعان بالأتراك لحفظ ملكه لأن المأمون العباسي أمه فارسية وكان يستعين بالفرس لحفظ ملكه لما جاء المعتصم خشي من هؤلاء الفرس أنه ينقلبون عليه كما أن المأمون بجيشه الفارسي تمكن من القضاء على الامين فلذلك المعتصم بدا خطه باستبدال الفرس بالاتراك وهم اقرباؤه لان امه تركيه فلذلك جاء بالاتراك الى بغداد فلما كثروا بداوا يضايقون الناس ناس جايين من مناطق نائية إلى العاصمة وبيدهم السلطة والخليفة السلطان منهم من طرف أمه بدأوا يضايقون الناس فلذلك المعتصم نقل العاصمة من بغداد إلى سامراء فبنى مدينة أسكن فيها هؤلاء الأتراك وهو سكن فيها فهي كانت أشبه بالمعسكر يعني الذي يعيش فيها هم العسكر. طبعا بعض الناس ايضا كانوا فيها. لكن بشكل عام كان السكان هم العسكر. لذا تشوف الامام الهادي والامام العسكري يلقبان بالعسكري. لان المنطقه كان يقال لها عسكر، باعتبار وجود هؤلاء العساكر. فالمتوكل حينما جاء بالامام.. الهادي عليه الصلاة والسلام إلى سامراء، جاء به ليكون تحت الرقابة. والإمام العسكري أيضا هناك تحت الرقابة الدائمة. لذلك حينما كانوا يخافون من أن يكون ابن الإمام العسكري هو المهدي. الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا لذا كانوا يراقبون إذا الإمام العسكري يصير إلى ولد يقضون عليه فالله سبحانه وتعالى أخفى مولد الإمام المهدي السيدة نرجس كانت حامل به ولم يكن عليها أثر الحمل مثل موسى عليه السلام إن فرعون كان يقتل الأولاد إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم لماذا؟ لأنه قد ذكر له بعض المنجمين بأنه سيولد في بني إسرائيل ولد يكون قضاء ملكك بيده وطبعا السلاطين يعتمدون على أقوال المنجمين رأى رؤيا عبروه عبروها بهذا وهكذا فلذا أمر بأنه أي مولود يولد من بني إسرائيل إذا هو أنثى يتركه يتركوها إذا هو ذكر يقتل فالله سبحانه وتعالى أخفى أثر حمل أم موسى وكذلك بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام نمرود أيضا أخبره المنجمون بأنه سيولد ولد يكون زوال ملكه على يده فلذلك نمرود امر بقتل الاولاد فالله سبحانه وتعالى اخفى اثر حمل ابراهيم عليه السلام في بطن امه وهذه سنه من سنن الانبياء جرت في الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لانه في الروايات مجموعه من السنن التي جرت في الانبياء جرت في الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ومنها الغيبه يوسف عليه السلام غاب عن أهله وهو قريب بينه وبينهم مسيرة تسعة عشر يوما إذا واحد سريع يروح تسعة أيام أو عشرة أيام وهم دخلوا علي أو أخوته ورأوه فعرفهم وهم له منكرون لا يعلمون بأنه هو يوسف كان غائبا عنهم على كل حال فالله سبحانه وتعالى أجرى هذه السنة في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقو... تقول حك حكيمة أنها بقيت تلك الليلة والحديث مفصل إلى أن أحست بآثار الولادة فحكيمة تقول فوثبت إليها فقلت اسم الله عليك يعني الله يحفظك ثم قلت لها تحس تحسين شيئا قالت نعم يا عمه فقلت لها اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك قالت حكيمه ثم اخذتني فتره شويه يعني غفت نامت واخذتها فطره الفطره يعني انشقاق البطن بالمولود فانتبهت بحس سيدي يعني الامام المهدي فكشفت الثوب عنه فاذا انا به ساجدا يتلقى الارض بمساجده هذه ايضا من سنن الانبياء التي جرت في الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. عيسى وهو رضيع تكلم في المهد قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهو في المهد بطريقه اعجازيه تكلم. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بمجرد أن ولد هذه السنة جرت فيه سجد لله ودع الله وشكره فكشفت الثوب عنه فإذا أنا به ساجدا يتلقى الأرض بمساجده بعد ذلك الحديث مفصل الإمام العسكري قال لحكيمة عمته يا عم اذهبي به الى امه ليسلم عليها واتني به فذهبت به فسلم عليها يعني هو كان ساجد رفعته وضعته في حجر امه سلمت عليه ثم جاءت به الى الامام العسكري فسلم عليه والامام سلم على امه وسلم على ابيه فذهبت به فسلم عليها ورددته ووضعته في المجلس في المجلس ثم قال يا عمه اذا كان يوم السابع فاتينا مره ثانيه في يوم السابع جاءت قالت حكيمه فلما كان في اليوم السابع جئت وسلمت وجلست فقال هلمي الي ابني يعني اتيني به فجئت بسيدي في خرق في خرقه يعني في قماط مثلا الى اخر الحديث حديث آخر يرويه أيضا الكليني عن خادم لإبراهيم ابن عبده النيسابوري هذه الروايات اللي اختارها الكليني اختار الذين رأوه من مختلف الأصناف اختار من الرجال من رأوه من النساء من رأوه من بني هاشم العلويين من راوه من عامه الناس من راوه من الشخصيات من راوه من الوكلاء لان الامام عليه الصلاه والسلام التقى بمختلف الاشخاص ولكن في الخفاء حتى يتاكدوا من ميلاده ومن امامته هسه ابراهيم ابن عبد النيشابوري هذا كان له جاريه او خادمه لان الخادم باللغه العربيه يطلق على الرجل وعلى المراه لانه في اللغه احيانا وغالبا بين الذكر والانثى يكون تمييز الذكر له لفظ والانثى لها لفظ اخر عاده بالتاء المربوطه <applause> واحيانا يستوي فيه المذكر والمؤنث يعني الصيغه المذكر تطلق على المذكر وعلى المؤنث ومن جملتها كلمه الخادم هسه احنا عدنا نقول خادم وخادمه للمراه لكن في اللغه الفصحى يقال للمراه ايضا خادم عن خادم لابراهيم ابن عبد أني شابوري أنها قالت هذه الخادم كنت واقفة مع إبراهيم على الصفا فجاء حتى وقف على إبراهيم وقبض على كتاب مناسكه وحدثه بأشياء إبراهيم بن عبده قد ذهب إلى الحج وعادة الذين يذهبون إلى الحج معهم كتاب مناسك لأن أعمال الحج كثيرة أحكامها متعددة فيها أدعية مختلفة ولأن الإنسان مو دائما يمارس الحج فلذلك يحتاج إلى الكتاب ولأول مرة يروح مثلا أحكام لا يعرفها حتى إذا سامعها من قبل أو دارسها لكن الممارسة العملية ما موجودة فلذا يحتاج إلى الكتاب يعني الحج مو مثل الصلاة أنت كل يوم تصلي لذلك ما تحتاج ان تكون الرساله العمليه بجنبك في وقت الصلاه حتى مثلا تتصفح الرسائل العمليه حتى هسه شنو تسوي مثلا انت تعرف بانه تبدا الصلاه بتكبيره الاحرام وتنتهي بالتسليم ولانه ممارسه يوميه الانسان يعرف كيف يصلي لكن بالنسبه للحج ليس كذلك بالعمر مره مثلا فلذا غالبا الناس معهم المناسك حتى الذين يذهبون الى الحج باستمرار مثل المرشدين والحملة دارية وبعض الناس اللي يحبون يذهبون للحج يذهبون للحج باستمرار أيضا تأتيهم مسائل باستمرار لا يعرفونها يحتاجون إلى مراجعة المناسك وأيضا هناك أدعية في المواقف المختلفة فهسه هذا إبراهيم بن عبد النيشابوري كان على الصفا لأنه يستحب لمن يسعى بين الصفا والمروه أن يصعد على جبل الصفا ويجلس عليه كان واقفا وهي معه الخادمة معه فجاءه الإمام عليه الصلاة والسلام حتى وقف على إبراهيم وقف عليه هذا استعمال كلمة على إما للعلو في الرتبة والمنزلة أو أن الإمام كان أعلى من لأن الجبل إلى تعرجات وبعض الناس يكونون اعلى من البعض الاخر. وقبض على كتاب مناسكه يعني ال... كان قريبا له جدا بحيث انه اخذ كتاب المناسك الذي كان بيد ابراهيم وحدثه باشياء. هسه الخادم لا تن... لم تنقل أنهم بماذا حدثه او لعله ذكرت لكن الكلام لم يكن مقصودا في هذا الباب، لذلك لم ينقله ولم يروه الكليني رضوان الله تعالى عليه. ولعله كان يرتبط بمسائل الحج يمكن في كتاب المناسك مثلا كانت هناك مسائل ناقصه او مسائل فيها خطا، فالامام لعله بين له الوجه الصحيح للاحكام والادعيه. حديث اخر عن ابي عبد الله بن صالح انه رآه عند الحجر الاسود والناس يتجاذبون عليه، وهو يقول: ما بهذا امروا، الحجر الاسود في الركن اليماني في الكعبه المشرفه. وهو بالأساس حسب الروايات ملك، الله سبحانه وتعالى أنزله إلى الأرض بشكل درة بيضاء، لكن لكثرة خطايا بني آدم تحول لونه من الأبيض إلى الأسود، فهذا الحجر. ابراهيم عليه السلام جعله في الركن اليماني. وهو ملك كما ذكرنا من الملائكة. في الأحاديث أنه يوم القيامة هذا الملك يأتي بصورته الأصلية ويشهد على الذين وافوه، يعني الذين حجوا وطافوا حول الكعبة من الأشهاد، لأنه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى في محكمة العدل يأتي بالاشهاد الذين يشهدون على الناس والاشهاد مختلفون الائمه عليهم الصلاه والسلام يشهدون الملائكه الذين يستنسخون اعمال العباد ويكتبونها يشهدون ملائكه اخرون يشهدون اعضاء الانسان تشهد عليه شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون من جملتها الحجر الأسود الذي هو ملك يشهد بالذين جاءوا إلى الحج وحجوا لذلك مستحب عندما الإنسان يطوف في كل طواف يلمس الحجر الأسود وهناك دعاء مذكور في كتب الادعيه والمناسك انه الانسان يخاطب الحجر بهذا الدعاء حتى يشهد له في يوم القيامه. زين اذا اكو زحمه ما يصير انت كل واحد من الحجاج في كل شوط من الطواف يلمس الحجر الاسود مئات الالوف من الناس، ملايين من الناس، ما يمكن هذا الشيء. فإذا اذا اكو زحمه الإنسان يستحب حينما يصل بمحاذاة الحجر الأسود يشير إليه إشارة، ويتلو ويقرأ الدعاء. هو مستحب أنت تلمس الحجر الأسود، لكن إذا زحمة وخبصة أنت لازم تنشغل بالطواف وبالعبادة، مو أنه تنشغل بأنه تسوي هوسة وتدافع وصراخ وعويل وما إلى ذلك حتى تلمس الحجر الأسود. هذا مو مامور به المامور به ان يكون لك حاله من الخضوع والتخشع والتوجه الى الله سبحانه وتعالى التزاحم والتقاتل على لمس الحجر الاسود هذا يخالف الاحترام والخشوع المطلوب في حاله الطواف وفي المسجد الحرام لكن كثير من الناس لا يلتفتون الى هذا الامر المهم عنده أن يصل إلى الحجر الأسود ولو بأي ثمن وبين قوسين نذكر هكذا في الأضرحة المباركة مستحب واحد يلمس الضريح ويقبل الضريح كما في مجموعة من الروايات لكن البعض شنو يتقاتل للوصول إلى الضريح البعض يجي عندما يمسك الضريح لا يفارقه مع أن الإنصاف يقتضي أنه يعطي مجال الآخرين أنت لمست الضريح وقبلته أعطي مجال للآخرين تريد تدعو تريد تتكلم مع الإمام من بعد وبالضرورة إلا تكون أنت لامس الضريح وماسك بالضريح حتى الإمام يسمعك لا الإمام يسمع للناس لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الأمر سواء كان ملاصقا للضريح أو بعيد عن الضريح بمتر أو مترين أو ثلاث أمتار أو حتى في بلد آخر أصلا يتقاتلون على الضريح وهذا خلاف احترام الإمام أنت في محضر الإمام بعض الأحيان يشوف صياح وهوسة ما يخالف الخشوع في ذلك فأبو عبد الله بن صالح رأى الإمام المهدي عند الحجر الأسود والناس يتجاذبون عليه يعني يتنازعون للوصول إلى الحجر كل واحد منهم يجذب الآخر حتى هو يتقدم وهو يقول ما بهذا أمروا الرسول لم يأمر بهذا ما أكو زحمة ألمس الحجر أكو زحمة أشر الحجر من بعد حديث آخر أحمد ابن إبراهيم ابن إدريس هذا ينقل عن أبيه إبراهيم بن إدريس أنه قال رأيته بعد مضي أبي محمد حين أيفع تقول شاب يافع يعني شنو شاب يافع يعني ارتهق ارتفع وراهق العشرين يعني تقريبا عمره صار قريب العشرين هذا يقال له شاب يافع فبعد مضي ابي محمد حين ايفع وقبل يديه وراسه، ذكرنا ان الكليني اختار روايات مختلفه لاشخاص مختلفين هذا من جانب من بني هاشم والعلويين الى عامه الناس، وايضا في اماكن مختلفه، وايضا في أزمنة مختلفة يعني واحد شافه وهو صبي واحد شافه وهو يافع وهو واحد شافه وهو كبير هذه روايات مختلفة طبعا هي روايات كثيرة جدا لكن هناك اختيار من هذه الروايات من كل مجموعة من الروايات اقتطف رواية روايتين لبيان الحالات المختلفة والأزمنة المختلفة، الأمكنة المختلفة، الأشخاص المختلفين، وهناك روايات أخرى نتركها إلى حلقات قادمة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.